السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم لمتابعة نشرة أخبار منتصف الليل من تونس، ونبدأها بالعناوين. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن أسماء المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات الرئاسية السابقة أوانها، وعددهم 26 مترشح. الزيادة ب 25 مليون دينار في السقف الجملي لفوترة الخدمات المسداة للمضمونين الاجتماعيين. القوات الحكومية السورية تتقدم بدعم روسي نحو بلدة خان شيخون الخاضعة لسيطرة المعارضة في محافظة إدلب وتسيطر على بلدتين. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك بعد التثبت من الشروط القانونية في مطالب الترشح. وتضم هذه القائمة 26 مترشحا من جملة 97. احتفظت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ب 26 مطلب ترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها من جملة 97 مطلب ترشح، وقد حصل 15 مترشحا على تزكيات شعبية، فيما تمت تزكية البقية برلمانيا. العدد الجملي للذين أودعوا ترشحاتهم لدى الهيئة هو 97. المقبولين أوليا للانتخابات الرئاسية المزمع إجراءها في 15 سبتمبر 2019 هما 26. عدد المقبولين من الرجال 24، وعدد المقبولين من النساء هن 2. وقد بلغ بذلك عدد المطالب التي تم رفضها لعدم استكمال أصحابها للوثائق المطلوبة 71 مطلبا. العدد الجملي للمرفوضين لعدم الإدلاء بالتزكيات المطلوبة ووصل التأمين تأمين الضمان المالي عددهم 57. العدد الجملي للمرفوضين الذين أدلوا بوصل تأمين الضمان المالي دون تزكيات هما 14. واستعرض رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون الحالات التي تؤثر على ترشحات من تعلقت بهم قضايا. إذا كان فما أحكام منشورة أو أحكام لم يبت فيها القضاء بعد ولم يتصل بها القضاء بعد، ما تنجمش تكون مؤثرة في الترشحات هذه. ايضا فما مساله هامه، وان الترشحات هذه فما نصوص معينه وعقوبات معينه تنجم تمنع الاشخاص هذوما من انهم يواصلوا مسيره الترشح للانتخابات الرئاسيه، واساسا جاء بها القانون الانتخابي، ومنها وعلى راسها هي الاحكام الصادره في خصوص التمويل الاجنبي اللي اليوم راهو في ال 26 اللي اعطيناهم ما عندنا حتى حد متعلقه به قضيه في التمويل الاجنبي. وستتولى الهيئه اعلام المترشحين المقبولين اوليا وبصفه شخصيه بقرارها ليفتح باب الطعون امام القضاء الاداري، وسيتم الاعلان عن القائمه النهائيه للمترشحين للرئاسيه في اجل اقصاه 31 من اوت الجاري. وفيما يلي قائمه اسماء المترشحين الذين تم قبولهم: منجي الرحوي، محمد عبو، عبير موسي، نبيل القروي، محمد لطفي المرايحي، المهدي جمعة، حمادي جبالي، حما الهمامي، محمد المنصف المرزوقي، عبد الكريم الزبيدي، محسن مرزوق، محمد الصغير نوري، محمد الهاشمي حامدي، عبد الفتاح مورو، عمر منصور، يوسف الشاهد، قيس سعيد، الياس الفخفاخ، سليم الرياحي، سلمى اللومي، سعيد العايدي، أحمد الصافي سعيد، الناجي جلول، حاتم بولابيار، عبيد بريكي، وسيف الدين مخلوف. وطنيا دائما وفي الشأن الاجتماعي، أوضحت وزارة الصحة أن الملحق التعديلي لاتفاقية فوترة الخدمات المسداة للمضمون الاجتماعيين بالهياكل الاستشفائية العمومية لسنة 2018 الذي تم توقيعه الأربعاء يهدف إلى الترفيع في مساهمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض في التكفل بمصاريف علاج المرضى دون المساس بمساهمة المواطن في مصاريف العلاج المعمول بها حاليا. وأفادت الوزارة أن الملحق شمل الزيادة في السقف الجملي لمساهمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض ب 5%، أي ما يعادل 25 مليون دينار مقارنة بسنة 2018.
كما تم بمقتضى هذا الملحق تعميم تكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض ببعض الخدمات العلاجية المتعلقة بسرطان الدم والتي لم تشملها الاتفاقات السابقة، فضلا عن تكلفة بالمستلزمات الطبية الضرورية لعمليات صمام تشوهات شرايين المخ والنخاع الشوكي المجراة بالمعهد الوطني للأعصاب. وسيتكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بمصاريف الأعمال الطبية والجراحية. ونص الملحق التعديلي على تكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بمرض الزهايمر بالاستشفاء النهاري بمستشفى الرازي، كما تضمن الترفيع في مبلغ تكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض في تعريفة حصص تصفية الدم المجراة بالهياكل الصحية لتصبح 116 دينارا عوضا عن 99 دينارا في سنة 2018. ويتولى الصندوق التكفل بعلاج مرضى السرطان حسب الكلفة الحقيقية للأدوية ودون اللجوء لمصحات الضمان الاجتماعي، وذلك باعتماد إجراء جديد يمكن من تيسير النفاذ للعلاج الكيميائي وترشيد التصرف في الأدوية، بالإضافة إلى تكفله بالكلفة الحقيقية للمستلزمات الطبية والزيادة في التعريفات الجزافية للعمليات الجراحية على القلب المفتوح. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات ستمكن من تعبئة الموارد المالية للمؤسسات الاستشفائية بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المسداة بها. تشكو عديد الشواطئ في تونس من التلوث البحري مع عمق استياء المصطفين. رصد لهذه الظاهرة وبحث عن الحلول في الروبورتاج التالي. ما كان مصلي على النبي وجهك تراه مرايه توك تشوف من بدون تعليق. هو توصيفه لما كان وما آل إليه الوضع في عدد من الشواطئ، فمثل هذه المشاهد لم تعد تقتصر على مكان واحد. مياه تتلون وأخرى تغمرها الأوساخ والزيوت، ورمال تكسوها الفضلات على اختلافها، يهجرها البعض ويأمها رغم ذلك البعض الآخر من المصطفين. أنا من عام 60 كنت نعوم لهنا، وكان النظافة خارقة العادة، والله غالب مسخ وتعوم فيه، والمسخ ونعوم فيه. تلوث البحر مناش عنا لويت كل يوم من عام لهنا، شوف لحمي كيفاش شط، ما غاديك منعوه ما عادش تعوم فيه العباد. لا يعوم لا والد يا ودي، حتى واحد ياسر في الليل تشم الروائح ما عندكش فكرة. أما لعبتهم مسخ برشا 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 برشا، اما كانوا قادرين معناها باش ينظفوا، قادر ناخذ لي بلاصه تحفونه برشا. ساعات كي تدخل تلقى الماء بالزيت ولا كيف تتراه لونه اصفر، معناها مش كيما البقايا الاخرين. تلوث بحري يرجعه المختصون للتغيرات المناخيه وتغير الخصائص الفيزيولوجيه للبحار. اللي قاعدين تجد فيه تونس هو نتيجة التطور الصناعي وكذلك غياب استراتيجية ورؤية واضحة للتصرف من النفايات اللي تلقى. تقريبا ربع فقط المياه المستعملة يقع معالجتها قبل، والباقي يطلق معناها في البحر من غير معالجة. كبير من التلوث ويرجع للبلاستيك، 95% من النفايات الصلبة الموجودة في البحار هي ترجع للبلاستيك، اللي تقريبا 600 ألف طن يقع اطلاقه في البحر المتوسط. الحلول هنا لازم الدوله يعني تفرض معناها المعالجه الاجباريه للمياه الصرف الصحي قبل القائها في المياه البحر مباشره. عالم كامل يشهد في تغيرات مناخيه، لكن هذا ما يمنعش انه باش نقفوا مكتوف في الايدي. اليوم عندنا عديد من المشاريع ما تاتيش الاكل نتاعها اليوم، ولكن بعد سنه او سنتين، انه محطات التطهير اللي كانت تعطي في المياه الغير معالجه في الوديان وفي البحار، الهدف مش الهدف نتاعنا، التمشي نتاعنا ولا سبيل إليها ولا تراجع فيه. كل محطة جديدة باش تبناها ولا إعادة بناها تكون المعالجة الثلاثية. حلول قد تنجح على المدى المتوسط والبعيد في إرجاع القلق للشواطئ التونسية التي تشكو أيضا من انتشار الفضلات على امتداد رمالها، وذلك إذا ما تضافرت الجهود بين البلديات والمواطنين، فالمسؤولية تبقى في جانب آخر منها مسؤولية مشتركة. انطلاق موسم التخفيضات سولد بتزامن مع موعد عيد الأضحى هذا العام أثر على الحركية التجارية، وهو ما خلف امتعاضا لدى المستهلك والتاجر على حد سواء. تواتر الأعياد الدينية والرسمية إضافة للعودة المدرسية التي لم يعد يفصلون عليها سوى أيام أضر بالمقدرة الشرائية للمواطن،
وهو ما جعله يتحين بعض الفرص مثل موسم التخفيضات علّه يظفر بمبتغاه دون تجاوز ميزانيته المحددة. بالنسبة لطويكة ما فماش سولت، تشوف فيها نوفو كولكسيون، ما فماش حتى طرف سولت حتى طرف، معناها ملي مكتب واحد مش حاب يكسي صغار وحبي، ما فماش حاجة ترضي. انتي من رمضان وانتي جاية حتى للمكتب، يا لور جد بارتي كله مع بعضها، مراحل في جرة بعضها، شوف مو باش يمشي. تأثر عينك ما خدمناش شوية في العيد ما نشريش، أنا عندي عرس ولد أختي، هذاك خلاني مش نشري لهم شوية حاجات ولازم نشري. من جهتهم عبر التجار عن رفضهم لتوقيت موسم السولد الذي تزامن مع عيد الأضحى، وهو ما أثر سلبا على إقبال المستهلكين. انت تعمل السولد في وسط السيزون، ما أنا حاجتي إن هي تكذب على المواطن باش تعمل أسوام غير الأسوام اللي الحقيقية، يا ما تشاركش فيه، وأغلبية التجار ما شاركوش فيه، ثم نسبة كبيرة برشا ما شاركتش فيه، الوقت غالط على الآخر. مخو في العلوش مش في الحوايج ولا في اللحوم في الصباب. دونك بالنسبة لنا احنا ساتانيس تعدى سولد مش تلموه، ماهوش مريقل، كاتاستروفيك مام. كون كان وخروه شوية يكون خير، هذايا باش نحكي باش تلقى أقبال أكثر، معناها باش تلقى أقبال أكثر كما نحبوا ديجا. دونك أي تاجر ديجا ماذا بيه ديجا باش يكون عنده سولد يكون فيه ريزولتا باهي خير. موسم التخفيضات الصيفية هذه السنة شهد إقبالا محتشما بسبب غلاء المعيشة وتدهور المقدرة الشرائية للمستهلك، إضافة إلى تزامنه مع عيد الأضحى، الأمر الذي دفع بالعديد إلى الدعوة إلى مراجعة توقيته. في الشأن العربي، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرة حربية تابعة للحكومة السورية تحطمت في محافظة إدلب بعدما استهدفتها جماعات المعارضة المسلحة، وتساعد القوات الحكومية قصفها منذ 3 أشهر على مناطق في شمال غرب البلاد بغطاء جوي روسي للسيطرة على مدينة خانشيخون الاستراتيجية التي تسيطر عليها المعارضة. فرضت القوات السورية اليوم سيطرتها على بلدتي تل عاص وكفر العين القريبتين من خانشيخون التي ما تزال تحت سيطرة مسلحي المعارضة، وفق ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان، مع اعتبر أول تقدم ميداني لقوات النظام السوري داخل محافظة إدلب الواقعة شمال غرب البلاد منذ بدء التصعيد العسكري قبل أكثر من 3 أشهر. تقدم القوات السورية في بلدات محافظة إدلب جاء إثر اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم القاعدة، وذلك بعد يوم من مقتل نحو 60 شخصا في اشتباكات جرت بين قوات النظام السوري والفصائل المسلحة شمال غرب سوريا. وشهد ريف إدلب الجنوبية اشتداد المعارك ما تسبب في مقتل 20 عنصرا من الفصائل المسلحة غالبيتهم من هيئة تحرير الشام، بينما قتل 23 عنصرا تابعين لقوات النظام، فيما أسفرت معارك بين الطرفين بجبل الأكراد عن سقوط 10 مسلحين و6 من عناصر قوات النظام السوري والموالين لها. وتزامنت هذه المعارك مع غارات وقصف كثيف طال أرياف إدلب الجنوبية والداثقية وحما في وقت تسببت فيه غارات على مدينة خانشيخون في مقتل 3 مدنيين. وتشن القوات السورية حربها لتطهير باقي المناطق في آخر جيوب المسلحين جنوب إدلب وشمال محافظة حما منذ أكثر من 3 أشهر. عملية أسفرت حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل نحو 2000 شخص ونزوح نحو 400,000 آخرين. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني بمقدور إيران ودول الخليج الأخرى حماية أمن المنطقة ولا توجد حاجة لقوة أجنبية. وأكد روحاني رفض مهمة بحرية أمنية أمريكية في المنطقة بعد أن بدأت الولايات المتحدة مهمة أمنية بحرية في الخليج مدعومة من بريطانيا بعدما سيطرت إيران على ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني هناك الشهر الماضي. وفي السودان تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات عارمة تسببت في مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح في جنوب البلاد. هطول الأمطار الموسمية المستمر منذ أيام أدى كذلك إلى تضرر مئات المنازل وانهيار بعضها في العاصمة الخرطوم، ما أدى إلى تشرد آلاف السودانيين. كما تسببت الفيضانات العارمة في قطع عدد من الطرقات وشل حركة التنقل. من أخبار الرياضة الآن، أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أن بيع تذاكر مباراة نهائي كأس تونس للموسم الماضي التي ستجمع السبت القادم النادي الصفاقسي بالنجم الساحلي سينطلق اليوم الخميس، حيث ستكون التذاكر الخاصة بجماهير النادي الصفاقسي متوفرة بشبابيك ملعب المنزه وبصفاقس، في حين اختارت هيئة النجم الساحلي بيع التذاكر بمدينتي جمال وصيادة إضافة إلى شبابيك الملعب الأولمبي بسوسة وملعب الشاذلي زويتن بتونس العاصمة.
بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها في عناوين. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن أسماء المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات الرئاسية السابقة أوانها، وعددهم 26 مترشحا. الزيادة ب 25 مليون دينار في السقف الجملي لفوترة الخدمات المزداة للمضمونين الاجتماعيين. القوات الحكومية السورية تتقدم بدعم روسي نحو بلدة خان شيخون الخاضعة لسيطرة المعارضة في محافظة إدلب، وتسيطر على بلدتين. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة والاهتمام، في أمان الله.